مرحبا، أنا كريس بيرنز، أهلا بكم في الدناتو. مناقشة مع صانعي الحدث، هذه هي العناوين. السلطات الأوروبية تقول إنها رصدت 200 لقاء مزور في منتصف فصل هذا العام، لذلك تتوخى الحذر في مباراة كأس العالم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع قواعد اللعب المالي النظيف لمعاقبة الأندية الكبيرة التي تضخ عشرات الملايين لتغطية الخسائر، بيد أن منتقدي هذه القواعد يقولون إنها ستمنع المنافسة، وفي أوروبا ستحافظ على مكانة الأندية الكبيرة على حساب الأندية الصغيرة. Europe with an oligopoly of big clubs crushing smaller clubs with no hope. معنا في هذا العدد من هنا في البرلمان الأوروبي في بروكسل مارك تارابيلا، عضو في مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي. Jean-Louis Dupont، المحامي الذي يحارب ضد قواعد اللعب المالي النظيف. جورج غرين، اللاعب البلجيكي السابق الذي لعب 3 بطولات لكأس العالم، الآن معلق مباريات دوري أبطال أوروبا. شكرا لحضوركم. سؤال لكم جميعا، لنبدأ بمارك، هل قواعد اللعب المالي النظيف ستجعل من هذه الرياضة أنظف أم أخطر؟ الهدف هو جعلها أنظف. اليوم هناك تباين كبير في واقع أندية كرة القدم، حيث يستطيع البعض الإفراط في ديون باهظة حقا، وفي نهاية المطاف إنها لا تمتثل لهذه القواعد وتعمل على تشكيل طبقات متميزة في عالم كرة القدم. ومن بعد هناك كوكب ثانوي تظهر فيه أندية جديدة. بوضوح نود أن يحترم الجميع قواعد اللعب المالي النظيف لتكون هناك رياضة أنظف. أنظف، لكن جون لوي أعتقد أنك غير موافق. كلا، اللعب النظيف كلمة جميلة والجميع يريدون إدارة جيدة، بيد أن القاعدة الحالية التي وضعها الويفا ستؤدي إلى زيادة الفرق بين النخبة الأوروبية المتكونة من حوالي 15 ناديا وبقية أندية كرة القدم. سنشهد مباريات NBA دون فريق يذكر اسمه. جورج، ما رأيك كلاعب سابق؟ كلا، أعتقد أن المبدأ هو جعل كرة القدم أنظف، لكن مثل أي قاعدة من الممكن التلاعب بها. أعتقد أن الفرق القوية لكرة القدم ستجد الحلول لتجاوز قواعد معينة، لكن من الواضح أن الهدف هو جعلها أنظف. حسنا، هناك القدرة التنافسية أيضا، كيفية التوفيق بين القدرة التنافسية واللعب النظيف مارك؟ بالتأكيد كرة القدم هي مشروع تجاري، نادي كرة القدم شركة يجب أن تكون مربحة ككل الشركات الكبرى، لكن الهدف الأول لا يزال تشجيع الرياضة والأخلاق خاصة بين الشباب، القيم الرياضية. اليوم المال هو الذي يصنع القانون، وهذا ما نحاول تحديه بتواضع. جون-لوي، المال يصنع القانون؟ المال يصنع القانون ليست هي القاعدة الحالية التي ستضع حدا لهذا، بل على العكس، إنكم تتحدثون عن القدرة التنافسية، أعتقد أنكم تقصدون المنافسة، قواعد المنافسة الأوروبية للجميع. القاعدة الحالية هي حظر الاستثمار، وهذا سيعزز البنية الموجودة لصالح بعض الأندية الكبيرة الحالية وعدم تمكن أي وافد جديد إلى السوق من الحصول على مكان جيد. نتحدث عن احتكارات رياضية جورج، أعتقد أن الأمور ستتطور على هذا النحو مع قواعد اللعب المالي النظيف. كلاعب سابق لعبت في سبورتينغ أندرلخت وشاركت في نهائيات كأس أوروبا، للأسف اليوم أعتقد أن الدول الصغيرة ستعاني من احتكار الأندية الكبيرة. للأسف لا أعتقد أننا سنرى فريقا صغيرا من بلد صغير في نهائي دوري أبطال أوروبا. جون-لوي، هل قواعد اللعب المالي النظيف ستثبط من تضخم رواتب اللاعبين؟ إذا كنت ترغب في تقليل تضخم رواتب اللاعبين، يمكنك استخدام ما يسمى سقف الراتب، الحد من المرتبات التي تدفع من كل ناد دون الحد من الاستثمار. هذا لا يمنع القادمين الجدد في محاولة الحصول على مكان في البطولات الكبرى. لهذا اختيار الأداء كان سيئاً. حسنا، سؤال آخر حول عدم تجاوز الفريق مبلغ 45 مليون يورو في السنة، هل هذا قليل جدا؟ أينبغي أن نزيد من الحد الأعلى؟
يجب أن نكون قادرين على الأخذ بعين الاعتبار أين كان الاستثمار ولمصلحة من وما الهدف منه. لذلك لا ينبغي تحديد مبلغ الاستثمار إن كان لإعادة تطوير مدينة أو حي. هذا ما حدث مع مانشستر سيتي مثلا، سيعاد إحياء منطقة بأكملها. إن كان هناك مشروع يتجاوز الاستثمار في اللاعبين والترويج، لما لا؟ يجب دراسته وعدم التركيز على رقم لأنه قد يبدو خياليا. حسنا، لنتحدث عن التلاعب في نتائج المباريات. لماذا هذه القواعد ليست قوية بما فيه الكفاية لردع هذا التلاعب جورج؟ للأسف خلال نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة خلال دور الثماني ضد ألمانيا، من الواضح أن الحكم فضل ألمانيا. للأسف أعتقد أن مشاكل كهذه كانت موجودة ولا تزال هناك دائما هذا النوع من الحماية للأندية الكبيرة لكرة القدم. Cette protection quelque part entre guillemets des grandes sociétés de football. لذلك من المستحيل القضاء على هذه الظاهرة. ما رأيك جون لوي؟ أحد المفاتيح هو تنظيم نوع الرهان، الرهان الذي تقوم به شركات الرهانات على الإنترنت في مباراة للجولة الأولى لكأس إسبانيا. حين يلعب ريال مدريد ضد فريق من الدرجة الرابعة، إحدى الرهانات الممكنة في أي دقيقة، ريال مدريد سيسجل هدفا. هنا المجال مفتوح لجميع أنواع الحيل، لأن اللاعبين الذين يواجهون ريال مدريد لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر عدة. مارك، قلت إن التلاعب بنتائج المباريات هو كعدوى خطيرة تسمم هذه الرياضة على جميع المستويات. إلى أي مستوى؟ على أي حال، على المستوى الأوروبي تضاعفت نسبة التلاعب في نتائج المباريات في المواسم الأخيرة، خاصة بين الفرق الضعيفة. التزوير أسهل لأن عدد الكاميرات والمتفرجين أقل. يجب معاقبة اللاعب أو المسؤول أو الحكم عند التلاعب. يجب إصدار عقوبة مثالية لحرمانه من اللعب في نادي آخر أو في بلد آخر أو في قارة أخرى. لمحاربة هذا ذكرتم الكاميرات، هل حان الوقت الذي يجب أن تضع فيه الفيفا كاميرات التلفزيون في كل مباراة جون لوي؟ أعتقد أنه نقاش مختلف تماما. إنه نقاش رياضي مهم ومثير بالنسبة إلي، لا علاقة له بالموضوع. إن تحدثنا مثلا عن الرهانات الوهمية كمثال، لا يمكن المراهنة على 4 مباريات لأربع بطولات كبرى معا. لا يمكن تزوير 4 مباريات في الدوري في اليوم نفسه. جورج، ما رأيك؟ أينبغي أن نضع كاميرات أم عقوبات أكبر؟ كيف يمكن أن نحارب هذه المشكلة؟ كلا، أعتقد أن العقوبات المالية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي والفيفا من أجل لعب مالي نظيف لن تؤثر على العديد من القوى المالية الكبرى في عالم كرة القدم. لربما من المفيد فرض عقوبات رياضية لدوري أبطال أوروبا على سبيل المثال، إلغاء نقاط كما هو مقترح. أعتقد أن هذا الإجراء له تأثير أكبر من العقوبات المالية. الفيفا تريد السيطرة على التدفقات المالية حول مباريات كأس العالم، هل أنت واثق من فعاليتها مارك؟ أجل، بفضل منظمة فيدربات التي تقوم بجمع كل الرهانات على الانترنت، إنها تتجاوز العدد الطبيعي على بعض اللقاءات كما ذكر جورج جرون في العام 1994. المباراة بين ألمانيا وبلجيكا زورت من قبل الحكم روتلسبرغر. مباريات كأس العالم هي على الأرجح أقل تزويرا، لكن يجب مراقبتها لأن الماضي كشف عن محاولات كهذا في مباريات نهائيات كأس العالم. مارك، شكرا لكم جميعا. أشكر ضيوفنا مارك ترابيلا وجون لوي دوبون وجورج جرون. أنا كريس بيرنز، شكرا لمتابعتكم The Network.